بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وفي أحسن الأحوال ديالكم وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الشوربة أو الصوبة ديال الخضر اللي كتجيب مذاق ديال الحريرة، كتجي صراحة رائعة البنات، وهي بديل من الحريرة، خصوصا الناس اللي ما كيعجبهمش داك الطحين اللي كيكون في الحريرة، يعني كاين اللي ما كيبغيهش كيضرو أو شي حاجة. المهم هذا بديل، فكتجي في مذاق ديال الحريرة وصحية، كتجي الصراحة البنات روعة في المذاق ديالها وصحية. كما قلت لكم أهم حاجة أن الحاجة طبعا تكون صحية. كتشوفوا البنات هذه هي الصوبة ديالي، هيا كتجي على شكل بحال ديال الحريرة، ولكن هذه كلها خضر، معدلها غير بالخضرة البنات. صافي كتجي على هذا الشكل هذا. إن شاء الله البنات جربوها وتنال الإعجاب ديالكم بإذن الله. قبل ما ندوز المقادير كنقول البنات اللي اول مره يزوروا القناه ديالي ما تنساوش يدعموني بالاشتراك ديالكم وتخليوا لي لايك والتعليقات ديالكم، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم باذن الله. ودابا ندوزوا للمقادير. بالنسبه للمقادير ديال هاد السوبا البنات، غادي نحتاجوا واحد حبه ديال البطاطا. بالنسبه لعدد البنات، بالنسبه للقياس ديال الخضره فكيبقى طبعا على حسب احتياجات ديالكم وحسب عدد ديال الافراد. طبعا انا بالنسبه لي هنايا غادي نعمل كميه صغيره، يعني ماشي كبيره بزاف. غادي نحتاج فيها واحد الحبه ديال البطاطا، واحد الحبه ديال الجعده او الجزر، واحد الحبه ديال اللفت على هذا الشكل هذا، حبه ديال البصله، حبه ديال القرعه الخضراء، جوج ديال الحبات ديال مطيشه، طريف ديال القرع الاحمر. عندي هنايا كرومب، هذا الكرومب الصغير ممكن تعوضوه البنات بالكرومب العادي، ولا ممكن تستغنيو عليه، يعني على حسب نتوما، على حسب المتواجد عندكم، يعني الخضره على حسب تقدر يعني تستغنيو على شي عنصر هنايا ما يكونش متوفر عندكم مثلا تقدر تستغنيو عليه، خصوصا هذا، يعني هذا ممكن تقدر تستغناو عليه. بالنسبه للجعده القرع والقرع والبصله والبطاطا، يعني من الاحسن يعني كتجيبيهم زيونه، هذا يعني كتعتبروا بحال الى اساسيين في هذا الصوبه. صافي البنات كما قلت لكم القرع حمراء. عندي هنا كرافس، بالنسبه للكرافس البنات كيف كتعرفوا نتوما في اوروبا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو بحال الجدر ديالهم كيجي كبير. استعملت هنايا الكرافس، طبعا في المغرب تستعملوا هذوك الاوراق كيجيو صراحه احسن. صافي وعندي هنايا بورو، اولا هذا البصل هذه اللي كتجي على هذا الشكل هذا، حتى هي كتجي مزيونه في هاد السوبه صراحه كتجي مزيونه. عملت انا هنايا شي 6 ديال الحبات ستيتوي. صافي وغادي نحتاج واحد الصدر ديال الجداد. بالنسبه للصدر ديال الجداد البنات فانا ما غاديش نقطعو دابا، لان هاد السوبه كيف كنعرفو يعني عادي تطحن، فما يمكنليش نقطعو ستيتو، خصني تنطيبه عاد الجبده ونطحن الخضره ديالي ونقطعهم طريفات ونرجع فيها هذيك الجداد ديالي. صافي البنات ودابا غادي الحجر اللي باقي، عفوا باقي عندي هنايا الربع، الصرصه ديال المطيشه، عندي هنايا مغروفه ونص كبارين. غادي نحتاجو الشعريه، الشعريه غادي نحتاجوها حتى للاخر البنات باش ندورو بها هاد الصوبه ديالنا. صافي بالنسبه للقرمة غادي نحتاجو هنايا مغروفه ديال السمن، عندي هنايا الملح، عندي الملح تقريبا هنايا 3 ديال المغرفات صغارين البنات، لان كما كنعرفوا الصوبه يعني كتجي فيها الماء ويعني كتجي كميه كبيره، فغادي نحتاجو الملح زايده 3 مغرفات ديال الملح. وعندي هنايا مغرفه صغيره ديال الابزار، عندي هنايا مغروفه ونص صغيره ديال سكينجبير، مغروفه صغيره ديال الخرقوم، وعندي هنايا نصف معلقه صغيره ديال القرفه ونصف حبه ديال كنور ضمه البنه. هذه ممكن تستغناو عليها، اللي ما كيبغيش يستعمل البنات هاد ضمه البنه ممكن تستغناو عليها. صافي البنات هادو هما المقادير ديال هاد السوبه هادي. دابا غادي نشوفوا الطريقه اللي غادي نطيبوا بها هاد السوبه. بالنسبه للطريقه البنات اللي باش نطيبوا بها هاد السوبه، فهي طريقه سهله بزاف البنات. فكنجيبوا الخضره ديالنا كنقسموها كامله غير على 4، يعني ما كنحتاجش نقطعوها صغار لا والو، على هاد الشكل هذا نقطعوا الخضره ديالنا كامله ونعملوها كامله في دقه واحده البنات، نعملوا كل شيء على هذا الشكل هذا، نعملوا الخضره كامله قلت لكم، يعني ما كنحتاجوش نقطعوهم صراحه ساهله. هاد السوبر اسهل حاجه هي هاد السوبر البنات، كيف قلت لكم غنعمل كل شيء البنات هنايا، لان كل شيء غادي يتطحن
في الاخر ملي غادي يدير هادشي. صراحه هاد السوبه البنات كتجي صراحه صحيه وفي نفس الوقت ساهله ودغيا كتوجد. بالنسبه للجاع ديال البنات انا ما كنزولش القلب خصوصا فاش كتكون صغيره بحال هادي كتكون حمراء يعني كتكون يعني ما حتىش تزول ولا القلب. صافي طماطيشه غادي نقطعها. بالنسبه للمطيشه البنات الا كنتو غادي تطحنوا هاد السوبه ديالكم في طحانه ديال المطيشه فما حتىش حتى تقشروها لان فاش كتطحن داك القشور كيبقى الفوقي. بالنسبه لي انا ما عنديش هذيك الطحانه فغادي نطحن عيب هذاك الميكسور ديال الضوء فقال ليها قشرتها هذا الشكل هذا. صافي البنات كيف كتشوفوا كيف قلت لكم غادي نعمل كل شيء دقه واحده. مطيشه غادي نزولها هذا القلب هذا غادي نعمل حتى الجداد ديالي. كيف قلت لكم البنات ما غاديش نقطعوا لانه خصني فاش نبغي نطحن هاد الخضره ديالي ما يعني خصني نزولو باش نقطعو. صافي غادي نعمل حتى الربع ما غاديش نقطعو على هذا الشكل هذا. غادي نعمل هذا الكومب الصغيور صافي وغادي نضيف القامه ديالي. كيف قلت لكم البنات يعني ساهله مره يعني ما كتستعمل حتى شي مجهود يعني كتعمل كلشي بدقه واحده وكيطيب كما قلت لكم هنا. صافي وغادي نضيف السمن البنات مغرفه كبيره ديال السمن. هاد السوبه البنات ما كطيب بلا زيت لا حتى شي حاجه كنعملشي فيها الزيت مره من غير هاد المغرفه ديال السمن ماشي عامره بزاف. غنعملو الكسكنجبير والخرقوم. عندي هنا الملح والابزار ونصف معلقه صغيره ديال القرفه ونصف ضمه ديال الكنور. حتى القرفه البنات كاين اللي ما كيبغيش يستعمل القرفه انا القرفه كنستعملها في الحريره وحتى في السوبه يعني غادي نستعملها ويعني ممكن تستغنوا عليها الا ما كتعجبوش المذاق ديال القرفه في الحريره ولا في هذا النوع ديال السوبه ممكن تستغنوا عليها حتى هي. صافي البنات غادي نعمل هذا كما شفتوا عملت كلشي هنايا بالاقامه كلشي. غادي نزيد عليها الماء الكافي البنات اللي غادي يطيب لي فيها هذه الخضره ديالي كان على هذا الشكل هذا. غادي نزيد شويه ديال الماء بالنسبه للماء اللي بغيتو البنات يعملوه اما سخون واما بارد اللي بغيتو. صافي البنات غادي نمل عندي نمل الخضره ديالي على البوطه حتى تطيب عاد كنرجعو باش نشوفو باش نزولو هاد الجداد هذا ونطحنو الخضره ديالنا. صافي البنات ها هي الخضره ديالي طابت بهذا الشكل هذا الخضره كامله دابا طابت. الحاجه اللي غادي نعمل دابا كيف قلت لكم البنات غادي نزول هاد الصدر ديال الدجاج ها هو فين هو حتى هو طايب غادي نزولو حيت ميمكنش نطحن تا الجداد خصني بغيت يجيو طريفات هكدا تيكوين في وسط هاد السوبه غادي نزولو هو الاولاني. صافي وغادي نطحن السوبه ديالي. بالنسبه للطحين البنات يعني ممكن تطحنوها الاحسن تطحن في الماكينه ديال المطيشه اللي كنطحنوا بها مطيشه هذيك اللي كندوروها على الشكل هذا هذيك هي احسن حاجه صراحه. انا كتعجبني ملي كتطحن في هذيك الطحانه كتجي ديك الخضره كتجي حارشه شويش ما كتجيش مطحونه بزاف. احسن طريقه صراحه هي هذيك. وبالنسبه لي انا غادي نستعمل هذا الطحانه هذه ديال الضو صافي حيت هي اللي متوفره عندي ما عنديش شي اخرى ديال 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 المطيشه. صافي البنات دابا غادي نطحن السوبه ديالي على هذا الشكل هذا.
صافي البنات، ها هي السوبا ديالي من بعد ما طحنتها كتجي على هذا الشكل. هذا كيف كتشوفوا انا جاتني خفيفه، يعني حيت عملت لها الماء الكافي في الاول. نتوما البنات الا جاتكم ثقيله زيدوا لها الماء في هذه المرحله، هذه زيدوا لها الماء وخليوها تشحر. صافي البنات انا غادي نخليها تشحر، بالنسبه لي اللي صافي كافيه على هذا الشكل. هذا صافي غادي نخليها تشحر شويش، وغادي دابا نمشي نقطعوا هذاك الجداد ديالنا اللي زولناه. صافي البنات ودابا من بعد ما طحنا السوبا ديالنا غادي نجيب هذاك الجداد اللي زولت، وغادي نحاولوا نقطعوا طريفات ستيتوين على حسب القياس اللي بغيتوا البنات، نتوما على حسب القياس اللي بغيتوا. ممكن غير تفرتوا هيدا في ستيتوين، صافي البنات ها هو الجداد ديالنا من بعد ما قطعته. غادي نضيفو هاد الصوبة ديالي هاد الشكل هذا. صافي واخر حاجة البنات هي الشعرية. بالنسبة للشعرية البنات فهي كتبقى اختيارية طبعا، اللي بغا يضيفها ف يعني فهي كتضيفو زعما واحد كتجي مزيونة صراحة، بما ان هاد الصوبة كما عملناها كما شفتو عملناها بالمذاق ديال الحريرة فكتجي صراحة مزيونة. ممكن تخليوها على هاد الشكل هذا صافي، يعني تكتفي بان يطحنو غير طحنو الصوبة ديالكم وتخليو تعملو لها الجداد ديالها صافي وتقدموها مباشرة، فكتجي صراحة رائعة البنات. صدقوني هاد الصوبة كتجي صحية البنات والمذاق ديالها روعة. انا بالنسبة لي كتعجبني صراحة بالشعرية، ما غاديش نزيد لها بزاف، غادي نزيد لها غير تقريبا نصف كاس كيف كتشوفو، عندي كمية قليلة صافي. كنزيدو لها بحال بحال الحريره، نزيدو لها ونحركو ونخليوها حتى طيب. هاد الشعريه ديالنا صوبه كطايبه، يعني غادي نتسناو غير طيبنا غير الشعريه صافي ونطفيو عليها. فهاد المرحله البنات من الافضل تكون البوطه تكون مهيله ما تكونش مجهده بزاف باش طيب هاديك الشعريه على خطره. وهذه البنات هي الصوبة ديالي كتجي على هذا الشكل. هذا كيف كتشوفوا البنات كتجي تقريبا فحال الشكل ديال الحريره، يعني خصوصا كنعملوا ديك الشعريه. ها هي البنات كتجي على هذا الشكل، هذا فيها ديك الطريفات ديال الجداد ها هما. كتجي الصراحه البنات روعه البنات وصحيه، يعني صراحه نقدروا نقولوا احسن من الحريره طبعا، لانها ما فيها لا طحين لا حتى شي حاجه، كلها غير خضر. هاي البنات كتجي على هذا الشكل، هذا صراحه كتجي مزيونه البنات، كنصحكم انكم تجربوها وتعتمدوها في رمضان علاش لا، لانها صحيه كما قلت لكم. فديك الطحين اللي في الحريره صراحه كيتقل خصوصا دابا الصيفيه، الانسان كيبغي ياكل اي حاجه خفيفه، فهذا زعما البديل كنظن انا فهو البديل من الحريره، وكتبقى في مذاق ديال الحريره. صافي البنات هذه هي الصوبة ديالي اللي قدرت نشارك معكم. صافي البنات وهنايا قدمتها في هاد الزليفه على هاد الشكل هذا مع هذاك البقلاوه اللي سبق لي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل هذا. وكنتمنى البنات ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، وطبعا تخليو لي التعليقات ديالكم، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد في امان الله، والسلام عليكم.